الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. وليلى عمر أهلا بك يا ليلى. أهلا وشكرا لكم صحة ناجي وإيمان منصور، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول والغاز في مصر يسير بخطى ثابتة وفق خارطة طريق واضحة نحو تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة محليا ودوليا. جاء ذلك خلال لقاء مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية في لندن على هامش فعاليات البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر، حيث أشاد رئيس الشركة بدور مصر الإقليمي والدولي المتنامي في مجال الغاز الطبيعي. كما بحث وزير البترول مع كلينيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج مستجدات أنشطة الشركة في مصر وخططها لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها المختلفة للبحث عن الغاز والبترول. وتم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل نرجس البحري الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، والذي تستثمر شركة شيفرون في منطقة امتيازه بالاشتراك مع شركة إيني الإيطالية. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بمقر الهيئة بالعين السخنة المديرة التنفيذية لمجموعة أداني الهندية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والموانئ. وخلال اللقاء أكد جمال الدين الدفع بتعزيز التعاون بين شركة أداني والمنطقة الاقتصادية، حيث تطمح المنطقة إلى تنفيذ منطقة صناعية هندية على غرار المناطق الصناعية الأخرى لبعض الدول داخل المنطقة الاقتصادية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انضمام مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والجزائر لمجموعة بريكس سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي. وقال لافروف أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة بريكس من ممثلين كبار للحضارة العربية والإسلامية سيصب في مصلحة تقوية ودعم التعددية القطبية التي تتشكل الآن. وأضاف لافروف أن المرشحين الفعليين كلهم يتمتعون بتأثير قوي، فمصر والسعودية والإمارات والجزائر جميعهم من بين قيادات العالم العربي والإسلامي، وانضمامهم سيثري مجموعة بريكس مؤكدا استعداد بلاده لاتخاذ القرار بأسرع ما يمكن. وفي أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، حيث أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف أوبك بلس للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا. زاد سعر خام برنت بنسبة 1.24% إلى 76 دولار و61 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.64% إلى 71 دولار و78 سنتا للبرميل. كما ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل إلى $2.50 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.91% لتسجل $2.63 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روزنفت إيغور سيتشن إن روسيا تخسر فرصا لصالح دول أوبك بلس بسبب تراجع حصة صادراتها النفطية في الإنتاج. وفي كلمة خلال منتدى اقتصادي اقترح سيتشن مراقبة صادرات النفط أيضا وليس حصص الإنتاج فحسب. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحر وإيمان، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.